مالك زعلانة كده ليه؟ انتي زعلانة ليه كده؟ انتي زعلانة ليه؟ شيبسي صغير؟ طب ما انتي صغيرة، اجيب لك ايه؟ اجيب لك شيبسي كبير؟ طب ما ده جميل يا جوج. ماله؟ بيخلص بسرعة؟ طب ماشي، ما هو التاني برضه هيخلص بس هيبقى كتير عليكي. انا ام ايه؟ سلمى. ظلمه؟ ايوه. عشان ما جبتلكيش كيس شيبسي ب 5 جنيه؟ ايوه. طب محمد، طب ما تحمدي ربنا انا جبتلك شيبسي اصلا. هو ايه ده سكس؟ ده طعم لا ده بالطماطم. الطماطم. هو انت عديمه النظر ما بتشوفيش، يعني انت عارفه ان الكيس صغير؟ يعني انت عارفه ان الكيس صغير وفاهمه انه صغير عن الكبير يعني، لكن الطماطميه اللي قدام عينيكي دي انت مش شايفاها صح؟ ده انت عديمه الاحساس والمشاعر. انا كده غلطانه، انا جبت لك حاجه على فكره. انت زهقتيني. انا زهقتك؟ ايوه. طب انا مش هجيب لك حاجه تاني بعد كده؟ ما تجيب لكيش. بابا هيجيب لك. طب خلي بابا ينفعك. وعلى فكره انا جبت لك حاجه صغيره عشان انت صغيره، بس انت طلعتي طالما انت ناصحه قوي كده وفاهمه بيخلي بابا بقى يجيب لك الكبير. مش هتعملي كده تاني يا ماما. مش هتعملي كده تاني؟ خلاص شطوره.